وهل صحيح ما يقال إن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها؟ يقول الله سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. تدل هذه الآية على أن الأمر موجه إلى آدم وحواء معا بدخول الجنة والتمتع بما فيها كما يشاءان، ولم يحرم عليهما إلا شجرة، ولكن شاءت إرادة الله أن يزلهما الشيطان الذي طرد من الجنة لتكبره عن السجود لآدم، وأقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين، فأكلا منها فأهبطهما الله إلى الأرض التي لم يجدوا فيها ما كان في الجنة، مما ذكره القرآن في قوله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. إن الآيات ذكرت أنهما أكلا من الشجرة، ولكن لم تذكر أيهما كان أسبق استجابة لوسوسة الشيطان ثم تبعه الآخر فاستجاب وأكل كما أكل. إن الأفكار القديمة تكاد تجمع على أن المرأة هي السبب في خروج آدم من الجنة، وفي نصوص من الكتب المقدسة إشارة إلى ذلك، وفي بعض القوانين الوضعية تحذير من المرأة أيضا بناء على هذا الفكر وهذه النصوص، وكان التعامل معها قاسيا في كثير من الدول من أقدم العصور. والإسلام هو الدين الذي جاء كتابه الصحيح وهو القرآن الكريم واضعا للأمور في نصابها، مرتبا أحكاما لكل من الرجل والمرأة تتناسب مع طبيعة كل منهما والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وبالتعاون بينهما يكون خيرهما وخير أولادهما وخير المجتمع. وبالنسبة لهذا السؤال، لا يوجد نص صريح صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، لكن جاء في ذلك حديث موقوف على ابن عباس بسند صحيح، أي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في إعطائه حكم المرفوع، لأن هذه المسألة مما لا يقال فيه بمجرد العقل ولكن بالاستناد إلى النص. وهذا الحديث ذكره ابن حجر في كتابه المطالب العالية. قال الله تعالى لآدم: يا آدم ما حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: فاعتل آدم فقال: يا ربي زينته لي حواء. قال: فإني عاقبتها بألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في كل شهر مرتين. قال: فرنت أي حاضت حواء عند ذلك، فقيل لها: عليك الرنة وعلى بناتك أي الحيض. وإذا لم يثبت بطريق قطعي أن حواء هي التي أغرت آدم، فلا ينبغي أن نحملها وحدها خطيئة الخروج من الجنة، فلكل إنسان عمله ومسؤوليته عنه. وإن كنا لا نجهل كما يدل عليه الواقع أن أثر المرأة على الرجل شديد، ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن كان قد أوصى بهن خيرا وقال فيما قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا سره آخر. ومع أن الحديث غير قاطع في دلالته على إغواء حواء لآدم، إلا أن القاضي عياضا قال فيه:
كما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم. ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها.